مسرح روماني كبير يعني لفافس برضو في نفس المنطقة الأثرية اللي كان بيطلع يحضر مصارعة اللي كانوا بيعملوها دي مصارعة الخيول والحاجات الغريبة دي قاعد يطلع الطلعة دي كلها الله يكون في عونهم طبعا كانت أيام صعبة خلينا بس بصورها عشان أوريلكم قد إيه هي متعبة بس بتغني تحت مش عارف إيه بتقول كاس في جزء تاني فوق نحاول نطلع فوق كده وهون بس نصور من فوق تبقى احلى الصوره